صباح الخير يا أصحاب أقلام الحرة في لبنان. بدي وجه هالرسالة من خلالكم لسليمان طوني فرنجية. بهالدنيا في شيء اسمه مؤشر إندكس بالاقتصاد وبالحياة. مثلا عائلة حافظ الأسد جاهن مؤشر كبير، كانت مش مثل اليوم كل واحد بيقدر يقرأ نيويورك تايمز أو الواشنطن بوست أو أي جريدة بالعالم بالكمبيوتر، ما كانت موجودة. فالنيويورك تايمز بما أني بالصدفة كنت ساكن مانهاتن، تجيني الجريدة كل يوم كل الجرايد. أنا وعم بقرأ شفت رابور مراسل عمل تحقيق عن المنطقة العلوية، مرة علوية من الطائفة العلوية الكريمة قالت لهم لها الصحافة قالت له عن أيام رفعت لما كان هون كان يجينا بالأعياد اللحم والحلويات لما نروح ما عاد يجينا. طبعا مسيو فرنجية اللبنانيين ما بيتغيروا من أجل مصلحته بيحرق بلد بالتليفون، ولما نروح على أوروبا خبرن هالقصة اللي يسمعي بيعرف رفعة الأسد أو ما بيعرفه لما بيشوفوا يخبروا الخبرية كأنه هو يقري نيويورك تايمز. مثل ما بتتذكر لما كنت أنت موجود ولابس قميص ومكتوب عليه على كل القميص رفعة الأسد مثل بيير جاردان بيير جاردان أو كريستيان ديور كريستيان ديور، قلت له قدامك وبحضوره قلت له أنا عملت لك هالقميشات تتخيطن ويصيروا قمصان. كنت بالمعمل بإيطاليا شفت المعمل عم بيطلع القماش كريستيان ديور كريستيان ديور، قلت له فيك تحط لي اسمي؟ قال لي ايه. قلت له حط لي رفعة الأسد لكن، وديتن للويس اللي جوزيف المعراوي. ما قال له جوزيف المعراوي انه في شاب صغرتاوي اسمه فلان والله هو اللي عملن ووديلي هن، لا بيقول مصلحته هو اللي عمله. نفس الشيء بالنيويورك تايمز، نفس الشيء هني أوريوم نيويورك تايمز وصاروا يخبروا رفعت، بالحقيقة ما حدا غيري إذاعة لوزن اللي أطلقه. أما إذا في شيء كلمة بشعة لناس مثلا على سبيل المثال مع المصريات مثل عصام فارس وجيلبير شيغوري، هلو كلمة البشعة بيروحوا بيقولوا لنا حتى لو ما بيعرفون مشان يبيضوا وجهن بركي بيطلع لهم شيء، هول اللبنانيين وصرنا بنعرفهم. المؤشر الثاني لأخوك وصديقك بشار الأسد، إجا وزير خارجيتنا كولين باول وقال له لبشار، قال له حضرة الرئيس سوريا ما عاد إلا دور بره، سوريا كل دولة صور جوه إنها تعمل إصلاحات، وكان في يعمل سنغابور كان في يعمله بكل سهولة. معقول رجال ياخد كلام نصائح لوزير خارجية الولايات المتحدة كأنه تحدي ويبلش يعلنها على طريقة كأنه تحدي وتهدد، يعني شو؟ وبدل ما يخلص لما جاي بده يسلم، بدل ما يمشي كصياد بكل سوريا ويشوف الشعب السوري كيف عايش، ما حب. هذا تاني مؤشر. انت حتى جاك شراك شو الله وكيف كان ينصحه ومثل بعضه راسه كبير هو وحده اللي بيعرف، لكن وين وصلوا بيت الأسد وين وصلوا مصلحته. نفس الشيء انت في مؤشرات جيت ما بدي نقشك فيه بشرح لك ايه تقولي بالغلط بدون ما ينتبه، ما بدي نقشك فيه. جيبوك وزير الداخلية وهني بدني يقتلوا رفيق الحريري بالغلط بدون غلط، ما بدي نقشك. هذا مؤشر ما كان لي صالحك. مؤشر الثاني مثل ما هددوا رفيق الحريري انك بدك تجدد الايميل لحود، رفيق الحريري ما كان بده اياك رئيس جمهورية، بس مثل ما تهدد كان مشي وكان انتخبك رئيس جمهورية، ما عملوا لك هي. يعني مع الاسف الشديد هي مؤشرين انعطيت لألك لكل زمن ولكل وقت رجاله. خلاص ما خدت رئيس الجمهورية وهذا الوقت عطيتك هالمؤشرة، قوم روح
اخذ انت من المال العام بلبنان 6 مليار دولار تقريبا. شو عطي ازلامك بصغرتها ما بعرف، وشو صارف وشو جوخخ وشو عامل ما بعرف، وشو عطي عائلة بيت الاسد بسوريا من ما بعرف، واللي بقي عندك بالبنوكي ما بعرف، بس البنوكي بتعرف الا انا حطتن عندنا عشان نداش قيمته. من هون انا بنصحك، وهيك كتير بتصعب عليك انك تسمع صوتي عم بينصحك، ميني انا من صغرتها في انصح الباك، هي في عقد تاريخي بقلب الباك من جوه ما بيقدر يطلع منه. معلش روح اشتري شقتين بمونتو كارلو، خود عيالك وحطن هونيك وعود هونيك، وخود شقتين بباريس تتنقل بين مونتو كارلو وبين باريس، وعطيه الزعامي مثل ما خدته من عمك رده لعمك، عمك ما عنده ولاد، ما لح نرجع لقصة حميد وسليمان وسليمان وحميد، ما لح نرجع لقلي، عمك بيرجع يسلم ابنك لين بتجي الحاجة. انت السوريين ما قلن عليك شي، على سبيل المثال قلن عكتير، بس اللي انا بدي سميهم قلن عنبيه برة، قلن عطوها ونجيب ميقاطة، قلن عيسون فارس، ليكن كل واحد هربين عزوه متمصل منها، بيتمنى نبيه بري انه تخلص وبيت المئات، وبيتمنوا انه تخلص هالقصة كلها. عصام قعد ليكو على الكود دازير وبيروح يقضي بلندن، وقت اللي بترجع فهم ابنه قال له بتروح تقطفه. ما بدي احكي لك قداشو وصولي عصام، انت شايفه قدامك، عندي الاف الامثال الثابتة اللي بتثبت لك كيف هو، شفتوا اخر مرة قدام البترك كيف وقف وزت حيله عن الكرسي، هو عصام الكبير كيف زد حيله على زياد برور، مين بيعمل ايه؟ شفتها قدامك، يعني الناس بهمها مصالحها. من هون قوم روح، لك هيدي حرب بدها تاكل الاخضر واليابس، بدها تعمل دمار رهيب. ليش؟ ليه حسن نصر الله مبارح هالرسالة اللي موديله ياها معاذ الخطيب بتعني لقاله شي؟ لأنه إيران طلبت المساعدة وقت اللي هزمها صدام حسين، وجوا الخبراء العسكريين على الأرض قعدوا ترجعوا عملوا المعادلة وزودوهم بالصلاح. من هون قولوا لنا احنا فينا ندمر الدول العربية كلها ونردن على الجمال ونصرفن كل مصرياتهم. قولوا لهم كيف؟ قولوا لهم بنعمل الحرب السنية الشيعية، وبنستعمل الشيعة تبع الدول العربية لهالحرب اللي بدها تدمر كل شيء. مثل متعهد حط كفالات لتعهداته، إذا ما التزم بيسحبوا الكفالات. الإيرانيين نفس الشيء، ما بقى فيهم يرجعوا، بدهم يكفوا هالفتنة ويعملوا هالحرب شو ما كان يكون، وإلا بدني يفرطوهن إيران من أذربيجان من تحت لعربستان لتحت من فوق لتحت، وهني عارفين هالشي، لذلك بدني يكفوا. الدمار بده يكون هيل، وناس بدها تنظلم كتير كلها أبرية. قول أنت نواب صغرتة وزوعة ما صغرتة بتعرفوا شو معناه تسخير الضمير، ما رح ما بينوجع قلبكن على واحد بره، تتهموا بكل شيء، سرسرة الاتهام، ما عندكم ضمير بهالموضوع. ونفس الشيء الإيرانيين ما عندهم ضمير بهالموضوع، بدني يدمروا منطقة الشرق الأوسط كلها سوا، يروحوا لهم مصرياتهم ويمنعوهن من الإنماء. الله رزقهم النظام الإرهابي في سوريا مشي معهم بهاللعبة، ونفوس ميتة من بعض الشيعة العرب إخوان لقلنا ماشيين فيها ما فيهن يرجع. لذلك طلع انت وعائلتك لبره، حرب اكبر منك ما لح تقدر تتحمله، ليه اليوم ولا عبكرة، واكبر منك بكتير، ما لحك تصدق الخراب والدموع اللي بدها تنزل. شكرا والف شكر.